مرة ثانية. أوكي، هذا هو الـ unsorted list الريبيست. أول شغلة إحنا بدنا نسويها راح يكون شغلة اسمها الإينم، اللي شاهد المحاضرة الماضية أو تسجيلها أو حضرها شرحت فيه الإينم. الإينم عبارة عن وعاء يحتوي على مجموعة من القيم بقدر أرجحها، وزي بعرف لي داتا تايب جديد، بعرف لي عن نوع من أنواع البيانات جديد. فمن نحكي الكيورد تبعته إينم، من نسميه ريليشن تايب. هسا هذه راح تفيدنا بعدين مش هسا، ولكن أهم شغلة بدكم تكونوا عارفينها إنه الإينم والايتم تايب اللي كلاس راح يجي بعديه بدكم تحفظوه تقريبا زي اسمكم. مش تحفظوه حفظ، ولكن راح اشرح لكم شو هو، بس الأغلب لازم تحفظوه. تمام. فالريليشن تايب يعني شو؟ عن الريليشن هي علاقة بين شغلة وشغلة ثانية. شو العلاقة المنطقية اللي يمكن تكون بين شغلة وشغلة ثانية؟ يا انها اكبر من، يا انها اصغر من، يا انها تساوي. فراح نستعمل الريليشن تايب عشان نعبر على مقارنة، نعبر عن مقارنة. بس من المقارنة هذه بدال ما تكون في if ولا تكون في switch ولا تكون في while ولا تكون في for، بدنا نخليها على شكل قيمة، على شكل قيمة بنقدر نرجحها من نوع ريليشن تايب. تمام. فالشغلة الأولى بدنا نكتبها greater، الشغلة الثانية اللي بدنا نكتبها less، والشغل الثالث اللي هي equal. يا انه اقبل، يا انه اقل، يا انه اكبر، يا انه القيمتين تساوي. تمام. ثاني شغل هو الكلاس اللي احنا راح نركز عليه كثير، راح تشوفوه في اغلب الكودز اللي بتكتبها دكتورة حياة، كلاس اسمه item type. هسا الهدف من الايتم تايب ككلاس، احنا بدال ما انه يكون في عنا لائحة او قائمة نحط فيها مجموعة من المعلومات على شكل array، مسكت القيمة في كل اندكس في الاري هذا راح يكون في عندي قيمة. بدال ما انا حطيت قيمة زي integer ولا character وشو شو ما كانت القيمة انا بدي احطها في اللائحة في الليست، قررت انا اني امسك القيمة هذه واخليها على شكل object من class اسمه item type. فبتلاحظوا هنا انه بالبرايفت راح يكون في عندنا integer value، القيمة تبعت اللي أنا بدي إياها أصلاً، ولكن بدل ما أخذ الانتجر هذا وأحطه مباشرة في الاندكس، قررت أني أحطه في كلاس مع بعض الفونكشنز أو الميثودز الخاصة لها. فأنا زي كأني مسكت القيمة هذه وفصلتها لفاليو قيمة وميثودز فونكشنز، أشياء على جنب تقدر ان هي يا انها تطبع، يعني مثلا اول شغله تعطينا قيمه ابتدائيه في constructor، نقول انه مثلا نش نكتب ان هي في constructor، نكتب الفانكشنز خارج الكلاس عشان الكلاس ما يكون طويل كثير. ثانيا هي مثلا تطبع لي القيمه بكل بساطه print، مثلا ان هي تعطينا قيمه جديده وتعمل update او initialize لهذه القيمة. فزي ما لاحظتوا أنا عندي قيمة، بدال ما أنا هاي القيمة فقط مباشرة أحطها في إندكس للأري، قررت إني أسويها على شكل كلاس، واللي حيكون في الإندكس هو أوبجكت من هذا الكلاس. تمام. وبالأخير بدي أسوي فانكشن نوع الريتيرن تايب تبعها قيمة من الريليشن تايب. فمرة ثانية الإينم أنت قاعد بتعرف لي على نوع متغيرات جديد، داتا تايب جديد، نوع من البيانات جديد، اسمه شو ما أنت تسميه، ولكن أحسن طبعا أنه يكون الاسم معبر عن الشغل اللي أنت بدك ترجحها أو القيمة اللي بدك تحطها هنا. فالشغل اللي بدي أرجحها بالريليشن تايب لازم وأبدا لازم تكون واحدة من هذولا، لانه هذول بس القيم اللي بسمحوا لي، زي ما احنا الانتجر بسمح لي كل الارقام الصحيحه. فمثلا كان في عندي اينم اسمه انتجر، في بين الاقواس هذول كل الارقام الصحيحه. اجيت انا عرفت شغله جديده، حكيت له انه الريليشن تايب في عندي فيه اغلب ما عنده greater or equal ولا less or equal، بس في عنده يا اكبر من، يا اقل من، يا يساوي. فهذول القيم اللي عرفتهم لمتغير
استنى شوي خلينا نخلص الفكره هذه. هذول القيم اللي عرفتهم لمتغير بق من نوع ريليشن تايب. تفضل يا نارت. صح. هسه لو عملنا سي اوت للفانكشن هاي اللي هسه بنكتبها اللي بترجع ريليشن تايب، راح تعطينا 0 1 2 ولا راح تعطينا جريتر ليس ايكوال، ولا احنا اصلا ما راح نعملها سي اوت؟ المفروض يعني احنا بس بدنا اياها احنا عشان نقارن فيها. هي راح ترجع لي عشان نقارن، صحيح، ولكن اذا رجعنا، سؤالك كويس، اذا رجعنا راح يرجع لي الترتيب تبعها، وبالإينم زي الاندكس الترتيب بيبدا من صفر، فراح يرجع لي قيمه هذا صفر، قيمه هذا لس، قيمه هذا واحد، قيمه هذا اثنين، وطبعا بيكمل الترتيب كلما انت ضفت elements او عناصر زياده في الإينم. في اي سؤال على الإينم؟ سو فار خلينا اخلص الثاني، هذول السلايدز. طبعا في تشات، لو سحبتوا ال نو يو كانت بونك جواد، لو تسحبوا الشاشه لليمين في تشات تبع الاجتماع العام تقدر تسالوا فيه الاسئله لو عندكم اياها. تمام. فراح نسوي فانكشن من نوع ريليشن تايب، حترجع لي واحده من هذول القيم، بدي اسميها كومبير تو. انا شو الهدف من الانم اصلا؟ انه انا بدي اسوي انم بقارن لي بين شغلتين، وبرجع لي قيمه المقارنه هذه، يا اكبر يا اصغر يا يساوي. فسميتها كومبير تو. شو يعني كومبير؟ يعني مقارنه. كومبير تو انك بتقارن شغله لشغله. بدي ابعث لها اوبجكت، فزي ما انتم بتتذكروا من نوع item type، ببعث الاوبجكت زي ما انتم بتتذكروا انه الاوبجكت في الاوفرلودنج فانكشنز، انه في اوبجكت راح يستدعي للفانكشن، واوبجكت راح نبعث للفانكشن عشان منهم هذول الاوبجكتين راح نقارنهم مع بعض عشان نرجع القيمه اللي احنا بدنا اياها من الانم. هسه في شغله زياده اللي هي الكونستنت. ليش خلينا هذه الفانكشن كونستنت؟ لان هي ما بتغير، هي بس بتقارن، فما بتعطي قيمه جديده يعني لا متغيرات. يعني انا لو غيرت قيمه الفاليو في الفانكشن كومبير تو ما بنفع احط كونستنت، ان هي بتغير قيمه وبتعمل ابديت. فبما انه هذه بس بترجع لي، بتقارن وبترجع لي قيمه من قيم الاي نمبر ريليشن تايب، فبقدر ان احط كونستنت. ويمكن في الامتحان كلمه كونستنت هذه يكون عليها نصف علامه، ف ديروا بالك على هاي الشغله. تمام. هسه انا كتبت الاشياء اللي بدي اياها، بدي اكتبها بالتفصيل، بقول له ايتم تايب اللي هو الكونستراكتر، طبعا كونستراكتر ايتم تايب، وكل ما فيه انه راح يعطي لي فاليو يساوي صفر، راح بلش الفاليو من صفر. تمام. هسه في عندي، خلينا بس احفظ كلمه اللي اعملها كوبي عشان ما اضل اكتبها، void item type. في عندك اللي print، وكل ما في البرنت بتسوي ان هي بتعمل سي اوت للفاليو. خلينا نحط اند لاين كمان. تمام. في عندك ال initialize function اسمها initialize، ف void اسمها initialize، كل ما فيها ان هي راح تاخذ، هسه لاحظنا هنا راح تاخذ integer، هذا الانتجر راح اعطيه للفانكشن عشان تعمل لي ابديت لقيمه الفاليو، بحكي له الفاليو يساوي ايه. تمام. شو ظل في عندنا؟ ظل في عندنا الريليشن تايب، فانكشن كومبير تو، هذه راح يكون فيها شويه لعب ولكن بسيطه جدا فكرتها. طيب شو اسمها هسه؟ اسمها كومبير تو، راح تاخذ اوبجكت من الايتم تايب، خلينا نسميه ايتم. شو يعني ايتم؟ يعني شيء او اوبجكت. يعني احنا راح ناخذ اوبجكت بحوي لي كل هذول الفانكشنز والقيمه كمان. تمام. صح، لازم يكون كونستنت. انا حددت انه هو كونستنت فوق، فلازم احدد انه هو كونستنت تحت كمان. الانيشلايز بستقبل قيمه. اوكي. شو فيها هنا؟ الشغلة بسيطة جدا، انه انا بدي اقارن، فبحكي له if الفاليو في الاوبجكت اللي استدعى الفانكشن
اكبر من الفاليو في الاوبجكت اللي استعملناه اللي بعثناه. كل ما فيها انه ريتيرن، شو راح يعمل ريتيرن؟ راح يعمل ريتيرن من قيمه من الريليشن تايب، اذا كانت اكبر راح يعمل ريتيرن جريتر. فاصل نقطه. else if اذا كان في عندنا فاليو اقل من الفاليو اللي بعثناها بال object اللي return less. وبالاخير اذا ما تحقق الحالتين، انا بس عندي ثلاث حالات، فاذا ما تحقق الحالتين اللي فوق بحكي له return اذا they must be equal، بعمل له return equal. هذا اللي كلاس مع الانم هذا بدكم تحفظوه زي اسمكم، راح يجي معنا في اغلب الكودات الجايه. فبس الفكره انه تفهموا، هو بسيط جدا. كل ما فيها مسكت الفاليو وفصلتها، مسكت الشغل بدي احطه في الاندكس او في النود زي ما هنشوف في اللينكد ليست بعدين، وفصلتها لقيمه ومجموعه من الفانكشنز وفانكشن مقارنه. تمام؟ في اي سؤال عن الايتم تايب؟ لانه هسه احنا رح نشتغل في الشغل الصح. فعندي كلاس باخذ جانب القيمة وما فيها من functions ومقارنات، وعندنا كلاس راح يستلم مهمة الليست، راح يستلم مهمة اللائحة نفسها بالfunctions والdelete والinsert وكل الشغلات تبعتها. تمام، هسا بدنا نركز على شغلة مهمة جدا، انه في عندنا انواع من انواع قبل ما ندخل في الكلاس، مش الكلاس، قبل ما ندخل في الكلاس تبع الـ unsorted type، بدنا نركز على سالفة أنواع الفانكشنز اللي راح ندخل، لأن هذه المسميات دكتورة حياة أو تقريبا أي دكتور راح يظل يحكي عنها، راح يظل يسميها. فهذول المسميات كمان بدكم تحفظوها. جواد على ما أعتقد كتب شغلة كويسة جدا انكم بتساعدكم ان انتم تفرقوا بيناتهم، بين الفانكشنز تبعون الـ unsorted type. فرح اضعها بالشات الاجتماع العام هسا، ولكن انا راح امشي عليها حاليا. هسا شو في عندنا انواع من الفانكشنز؟ في عندنا ترانسفورمرز او متغيرات، اللي هم بغيروا في حالة اللائحة، يا بشيلوا يا بحطوا يا بشيلوا كله. يعني هي بتغير من حالة الليست. في عندي functions بتطلعوا فقط، بشيك إذا هي full، بشيك إذا هي مليانة، بشيك إذا في إذا الشغلة بدور عليها موجودة في الليست ولا لا، إذا بدور لي على واحدة على شغلة موجودة في الليست. هذول بتطلعوا فقط، ما بغيروا في حالة، يعني ما بيشيلوا item ولا بحطوا item، لا بتطلعوا فقط وبرجعوا لي يا يا لا، او برجعوا لي الموقع او اللوكيشن اللي لقينا فيه الشغله اللي احنا بندور عليها. واخر شيء في عندك الايتريترز، اللي هم بيلفوا، اللي هم في عندك الاوبزرفرز اللي زي مثلا is full, get length, is empty, search, retrieve item. راح نمر عليهم هذول كلهم في هاي الحصه ان شاء الله. تمام، فعندك الترانسفورمرز اللي هم put item او insert item احنا بنسميه، او delete item. احنا بس كل ما فيها هي بتغير في حالة الليست. تمام، iterators تسبان logical، اعتقد هذه يعني ما بدنا نمشي، يعني السلايدات ما راح يفيدونا كثير، فخلينا نرجع للكود. انا هسه ثاني شوي خلينا افتح الرسم عشان بحب ارسم واوضح لكم اللي بحكي عنه. whiteboard. اوكي ثانية، تمام. حلو، اوكي. فهنا انا راح اشرح، هذا تبعت المحاضرة الماضية، لا تبعت شغلة ثانية. تمام، اوكي تمام. فانا راح اكتب هنا، اذا كان خط صغير احكوا لي عشان اكبره شوي. تمام، خلنا ارجع. اوكي، هسا بما انه انا راح اسوي لائحة على اساس انه لائحة تكون باستعمال array،
فبدي الاري هذا اذا ما سويته دايناميك، وزي ما اخذنا دايناميك في الحصه الماضيه، اذا ما سويته دايناميك لازم يكون في له قيمه معينه. فانا بجلوبال فاريبل، بفاريبل عام لكل البرنامج، بدي احط قيمة بدي أعطيها للأري، وبقدر استعملها كمان عشان أقارن إذا الأري مليان ولا لا بعدين. فبدي أحكي له هي كونست، لأنه لازم هي تكون كونست، بدي أحطها في ستاتيك أري، أري ثابت العدد، ونسميها ماكس آيتمز. ماكس آيتمز we can put، بدي أخليها حاليا 10، بدي مثلا أري فيه 10، ولكن عشان لأسباب رسمية يعني أقدر أرسم، بدي أخليها 5 تمام عشان اعرف ارسم. اوكي، فاحنا حاليا راح يكون في عندنا array فيه 5 قيم. مش عاجبني الاري صراحه، ثاني خليني ابعد شوي. اوكي، فهذا راح يكون في كلاس اسمه ال unsorted type. طيب هسا شو حيكون نوع الاري؟ دائما احنا بنكون محددين نوع الاري، شو القيم رح نخزنها. بما انه انا مسكت الانتجر هذا وفصلته لكلاس وعطيته فانكشنز، فبدي اخذ اوبجكت يحتوي من هذا الكلاس يحتوي على الفاليو، وبدي احطه على شكل اري. فكل اندكس من هذولا، كل خانه من هذا الاري رح يكون في عندي اوبجكت من الايتم تايب. فمثلا انا جيت اسوي اوبجكت، انا بدي ارسم على شكل مكعب عشان يعني يمثل لي انه الاوبجكت هو مش فقط قيمه، ولكن زي كيان يحتوي على فانكشنز ويحتوي على قيمه. فلو حطيت اوبجكت هنا راح يكون من نوع item type. فاذا انا فطبعا الاراي شو ما كان نوعه هو هوموجينس. شو يعني هوموجينس؟ لعاد كل القيم اللي فيه راح تكون من نفس النوع، بما انه انا القيمة الاولى حطيتها من item type فكل الباقي راح يكون من item type. تمام، شو يعني بهاي الحالة؟ بدي اسوي كلاس اسمه unsorted type. ما راح يكون في له قيم، يعني هي كله هي باخذ الجانب، جانب القيمة راح نحطها في الاراي موجود عندي بالكلاس item type. فما بروح بحكي له private بعدين بحكي له integer value هذه راح احطها، لا انا already محطوطة عندي فوق في كلاس item type. فخلص فبدي احط شغلة الثانية اللي هي الاري نفسه. فبدي اسوي array اسمه من نوع ايش؟ من نوع item type اسمه info، او كل المعلومات اللي انا بدي احطها. طبعا هو من نوع array، والسايز تبعه راح يكون max items اللي انا محددها فوق. بس هو array بنخزن فيه قيم من نوع item type اسمه info هنا، و راح نستعمله عشان نسوي العمليات عليه. طيب في شغلة ثانية انا بدي اسويها، بدي اسوي شغلة اسمها length. integer length هو عدد the actual amount of elements in the array. شو يعني؟ يعني مثلا ال max items يساوي 5. حاليا في الاري عندي شايفين في عندي object واحد، فاللينكث حاليا اختصره مثلا بلن يساوي 1. كلما زدت راح ازيد عليه، كلما نقصت راح انقص منه. بكل بساطة، فعندك integer length. بالأخير في عندي integer current position، بتختصر زي هيك، ولكن هذا رح نستعمله بعدين في الiterators إن شاء الله. تمام، في أي سؤال على privates؟ هذولا المعلومات رح نستعملهن. الطول the count counter بعدد لي عدد المعلومات الموجودة عندي بالarray، و position هذا راح استعمله بعدين، والاري نفسه اللي انا راح اخزن فيه الاوبجكتس من item type. تمام، هسا بنروح للpublic. الpublic شو راح نكتب فيه؟ راح نكتب فيه الشغل اللي او الفانكشنز اللي احنا راح نستعملهم عشان نغير على منهم الترانسفورمرز والobservers والiterators زي ما انا حددت لكم اياهم قبل شوي.
تمام. اول شغله بدي اياها بدي اسوي كونستراكتر، يعني بدي اعطي قيم ابتدائيه مثلا لللينكث على الاقل، هذا ما راح اعطي قيم ابتدائيه لانه قيم ابتدائيه قيم راح احطها مع الفانكشنز الثانيات، والكرنت بوزيشن بدي اسوي فانكشن خاصه فيه من الايتريترز عشان اعطيه قيمه، ولكن حاليا ما بدي اعطيه قيمه. تمام، بدي اسوي كونستراكتر طبيعي جدا. شو شغلة ثانية مثلا؟ اوكي خلينا هسا نمر عليهم واحدة واحدة. اوبزيرفرز، شو عندي في الاوبزيرفرز؟ شغلة بتشيك وما ما بتغير، مثلا void لا بدنا نسوي بوليان، يعني هي بتشيك بترجع لي يا يا لا، نحكي is full، يعني هل الكلاس full، بوليان is نفس السالفة، هل الاري empty، قصدي مش كلاس اري، هل الاري empty. مثلا في عندي بوليان ريتريف ايتم، هاي الفانكشن ريتريف ايتم كل ما بتسوي ان هي بتشيك ببعث لها اوبجكت من نوع ايتم تايب، كل ما فيها ان هي بتاخذ الاوبجكت هذا وبتشيك هل القيمه تبعته موجوده عندي بالاري اوريدي ولا لا، فقط هي بتشيك هل انا الايتم او الشغل اللي انت بتدور عليها موجود عندي بالاري ولا لا، او الشغل اللي انت بعثته موجود عندي بالاري اوريدي ولا لا. واخر شغله بالايتريترز بدي احكي اللي هي جيت لينكث، ما بدنا نسوي السيرش لانه السيرش يعني راح نسويها باستعمال الريتريف ايتم تقريبا، فالريتريف ايتم اعتبروه ان احنا قاعدين بندور اصلا. بدنا نسوي فانكشن بترجع لي قيمه اللينكث بكل بساطه، هذه بنسميها ايش سميناها؟ سميناها جيتر. بدي فانكشن اوكي هسا احنا خلصنا من الترانسفورمرز، هذولا كلهم يعتبروا ترانسفورمرز. ليش ترانسفورمرز؟ لانه هم ما بغيروا في حاله الاري والقيم داخل الاري. تمام، مش ترانسفورمرز اوبزيرفرز، اوبزيرفرز فقط بتطلع. اوكي شغله ثانيه اللي هي الترانسفورمرز، اول شغله بدنا نحطها اللي هي انسرت ايتم، بدنا نحط ايتم داخل الاري. فبكل بساطه بحكي له ليش انا هسه سويتها void، انسرت ايتم سويتها void، بكل بساطه لانه هي فقط راح تدخل لي ما راح ترجع لي قيمه. مثلا بقدر اخليها بوليان، واذا حطيت الايتم في الاري بنجاح راح يرجع لي ترو، واذا ما نجح راح يرجع لي فولس، ولكن بكل الحالات الشغله هاي يعني ممكن نستعملها في اللينكد ليست اكثر من الاري، فخلينا على الاري هسه. فانسرت ايتم وفويد كمان ديليت ايتم، بدي اسوي كمان فانكشن ترانسفورمر فويد ميك امتي. شو يعني ميك امتي؟ يعني انا بدي امسح كل اللي انا موجود عندي بالاري، يعني اصفره. تمام، شو ظل عندي هسه؟ ظل عندي اتريترز، واحده اسمها ريست ليست، وكل ما فيها هذه ان هي بتعطي قيمه للكرنت بوزيشن زي ما انت يعني بعدين باكتب الكونستراكتور ما راح اعطي قيمه للكرنت بوزيشن، فراح اخلي الريست ليست تعطي قيمه للكرنت بوزيشن، راح تشوفوا ليش بعدين. وبالاخير في عنا اللي هي void get next item، ما اعتقد هي void صح؟ اي ريز void، اوكي. وبالvoid احنا بنبعث لها item type object من item type، ولكن باستعمال الرفرنس يعني العنوان، راح نشوف بعدين ليش. تمام، ف constructor observers transformers iterators، هذولا يعني انا السبب الوحيد. اوكي integer get length لازم تكون constant، نقدر نسويها constant get length نقدر نسويها constant، ما في اي سبب ما نسويها constant ثاني. wait انا كيف سويت الكونستنت هذا؟ المفروض انه هو يسمح لي، بس ليش بعطيني ايرور؟ اكسبكتد ويت ا سكند لاين 47 اوكي بخرف قاعد الجهاز. ماشي
هنا فاصلة موقوطة. حلو، فعلشان تحفظ لها هذول الفانكشنز بتكون بتحفظوها، بس لما تحطوها في جروبات، لما تحطوها في جروبات انه في جروب ماخذ موضوع اللي هو شيك على الليست، جروب ماخذ موضوع انه يحذف ويعمل انسيرت، موضوع انه هو يمر على كل الايتمز تبعون الليست او يعطيني النكست ايتم من اندكس معين، فلما تحفظوهم بهاي الطريقه راح تعرفوا كل فانكشن هي تحت اي مظله. تمام، هسه خلينا نبلش في كتابتهم عن جد. في عندك الانسورتد تايب، هسه راح ندخل في ال في الكونستراكتور. يا الله، انسورتد تايب، راح ندخل في الكونستراكتور. كل ما فيه انه هو راح اللينكث راح يعطيه قيمة صفر. ليش انا ما اعطيت قيمة صفر للكرنت بوزيشن؟ لانه هذه راح اخليها للريست ليست. في عندك ما في عندك بوليان از فول، وبكل بساطة هو بشيك لي اذا ريتا اوكي اف ال اللينكث عندي في ال هذا ايش كاتبه غلط يعني نو لينكث اكبر من wait a second ليش هو مش راضي لانك انت لازم تكتب ان سورت التايب بعدين كولن كولن. ترو ترو ترو، انا نسيت اني اخي، شكرا يا فيصل، انا نسيت اني احط هاي. اوكي انسورتد تايب بونك انديد. اوكي لينكث اكبر من الماكس ايتمز، بكفوا يا جماعه الماكس ايتمز بدي اخليه يعمل ريتيرن ترو، يعني اذا انا اذا انا الاري عندي فل بدي اخليه يعمل ريتيرن ترو. بس اعطوني ثانيه. اوكي في عندك الفانكشن الثاني بوليان انسورتد تايب نقطة نقطة اللي هي الاس فول الاس امتي. يا الله از امتي كل ما فيها بيقول له اف لازم اللينك اللينك يكون يساوي الماكس ايتم مش مفترض اكبر من يا 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 صح صح غرفة كثير حرام صرت اخرف. اوكي شكرا شكرا على الملاحظة. كويس، يعني إذا شفتوا إشي غلط وقفوني مباشرة. تمام، إذا اللينك يساوي ال إيش؟ يساوي راي 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 يس يس مشانها اف يس. اوكي شكرا. اوكي لازم اعمل ريجروب شوي اركز. تمام، فال كل ما فيهم هذول الفانكشنز، يعني اذا اللينك يساوي صفر لا الاري امبتي فاضي، اذا اللينك وصل لماكس ايتمز عدد عدد الاقصى من الايتمز اللي احنا بنقدر نحطه خليه يرجع لي ترو. تمام، شوف في عندنا كمان فانكشنز، في عندنا الريتريف ايتم. تمام، هسا الريتريف ايتم اللي هم اغلب الطلاب وقفوا يعني ناموا فيه، فخلينا نمشي عليه خطوه خطوه لانه مهم جدا الريتريف ايتم. تمام، فنحاول نكتب الريتريف ايتم، باخذ اوبجكت do it the smart way I know. بس جواد اذا حطيت the smart way انا بدي الغي كل بدي ألغي كل الفرص إنه حد يتخربط، فيمكن أنت تكون شاطر وحلو وما شاء الله عليك ولذيذ، بس بس خلينا نمشي على شغلة بسيطة يعني، أو أول ما أبلش عقدها يمكن في ناس تضيعوا. تمام، هسا ركزوا معي، هاي مهمة جدا. أول شغلة، شو بتسوي الفانكشن هاي؟ أنا بدي أعمل، أول ما أنت تعرف شو الفانكشن بتسوي راح تعرف تكتبها. ال unsorted type retrieve item احنا بنبعث لها object من ال item type
نعمل اوبجكت من نبعث اوبجكت من الايتم تايب، وكل ما فيه احنا بنشيك هل القيمه داخل هذا الاوبجكت موجوده عندي بالاري اوريدي ولا لا. خلينا نبلش، بدنا نسوي بوليان يا يا لا. ليش نحن البوليان هذا بالاخير راح نعمل له ريتيرن، تمام؟ فبدي اسميه فاوند، انه فاوند يعني لقيته او لا، فبوليان فاوند. ثاني شغله بدي اللوك انتجر لوكيشن، وهو عداد راح يمر لوكيشن هو عداد راح يمر على الفانكشن، راح يمر على الاري اندكس ليش بلشت من واحد مصيبه اندكس علشان يشيك على قيمهم. كيف راح يشيك على قيمهم؟ بعدين بيجي اللي هو الكومبير تو. تمام عبد، هلا. هسه الريتريف ايتم مش المفترض نبعث له اري؟ يعني هسه مش احنا عملنا اري من ال اري اوف اوبجكت لايتم تايب؟ هسه احنا اذا بعثنا له اوبجكت لحال، كيف بده يدخل على الاري اللي احنا عملناها ويدخل، فاهم كيف يشيك عليها؟ لانه في عندي فانكشن، احنا هسه لما نسوي الليست راح نسوي من اوبجكت من الانسورتد تايب. ليش؟ لانه في اوبجكت object... لا ويت صح، لانه في اوبجكت راح يستدعي لي هذه الفانكشن. هسه على الاوبجكت من الانسورتد تايب يحتوي على الاري هذا، فانا اوريدي باستعمال الاوبجكت اللي راح يستدعي لي هذا الفانكشن راح ادخل هذا الايتم تايب بالاري، وانا ما احتاج ادخلها اصلا، لانه بكل بساطه انا قاعد بشيك، مش قاعد قاعد بشيك باستعمال الاري. فعند الاري بعدين راح نجيب الاري انفو راح نستعمله عشان نشيك على الاوبجكت حسب الاندكس. رح نستعمل في السويتش كمان شوي، بس استنى علي. اوكي، هسا في شغلتين نقدر نسويها. بقدر ان احكي له while الفاوند بعدنا ما لقينا، صح لازم اعطيه قيمة ابتدائية اللي هي ايش، انا بدي احسبها ترو، بدي احسبها فولس من الاول. فاذا حسبتها فولس عشان دخلني في الاوبجكت، دخلني في الوايل، بدي اقول not found و not false بدخل لي في الوايل. طب في عندي شرط ثاني، هسا في حالتين راح يصير معنا، يا انه احنا نعمل لوب تمر على كل الاندكسز تبعون الاري، واذا لقينا الايتم موجود عندي بالليست راح نرجع له ترو، فهذه راح تكسر الوايل. في عندي حالة ثانية، اذا انا ظليت الف وما لقيت، ظليت احكي لوكيشن، ظليت احكي لوكيشن، وبعدين وصل لقيمة اللينكث ماينس واحد، فبقول له اقل من، اذا لفينا وصل قيمة اللينكث، يعني هو عدى عن كل الاوبجكتس الموجودة عندي بالاري وما لقينا الايتم تبعنا، الفاوند ظلت فولس، وقتها راح نكسر الوايل كمان. ففي حالتين، يا ان نلاقي يا ان ما نلاقي، يا ان نلاقي الاوبجكت اللي احنا بندور عليه، يا ان احنا نلف ونمر على كل الاوبجكتس الموجودة عندي بالاري وما نلاقي. هسا ليش انا كتبت اقل من؟ تمام، خلينا نقول مثلا اللينكث عندي هسا، هي عندي اوبجكت 2 3، بدي احكي له اللينكث، عملت غيرت قيمته مرتين صار اللينكث عندي 3. اللوكيشن راح يستعمل اندكس، ليش الاندكس او الخانه؟ لانه احنا بنمر على اري وببلش من صفر، فاذا حكيت له يساوي راح اللينكث ببلش من واحد، اما اللوكيشن راح اختصره بال او سي ببلش من صفر. فاذا سويته ايكوال راح يشيك على كمان اندكس بدون ما نحتاج احنا نشيك عليها. فبما انه اللينكث بتبلش من واحد واللوكيشن ببلش من صفر، خليت انه اللوكيشن يكون اقل من اللينكث
وهيك انا بتاكد انه اللوكيشن مر لي او اللوب عدت عن كل عن كل اوبجكت موجود عندي مخزن في الاندكسز تبعون الاري. تمام، شو بدنا نسوي هسه؟ بدي احكي له هسه بنقدر نسوي اف او سويتش، انا بحكي سويتش لانه في عندنا ثلاث حالات وسهلات جدا يعني. طيب بدي احكي له سويتش، شو راح نكتب بالسويتش؟ الاوبجكت اللي احنا بعثناه بدنا نقارنه في كل اوبجكت في كل اندكس في الاري. مرة ثانية خلينا بس ارسم هذه بطرق احسن. في عندك اوبجكت وفي عندي اوبجكت هنا. مرة ثانية وبليز ركزوا في كلامي، راح احكي كمان شوي. انا في عندي في كل اندكس من هذول الاندكسز الثلاث في عندي اوبجكت. انا في عندي اوبجكت جديد بعثته بال للفانكشن اسمه item. الايتم راح يحتوي على قيمة، هذا مثلا بيحتوي على قيمة 8، هذا بيحتوي على قيمة 3، هذا بيحتوي على قيمة 9 مثلا. ليش كتبت تحت نظر؟ اوكي، فكل اوبجكت يحتوي على فاليو، الفاليو هنا 8، الفاليو هنا 3، الفاليو هنا 9. ليش؟ لانه هذول اوبجكتس من ايتم تايب، وايتم تايب يحتوي على فاليو. تمام، شو القيمة اللي عندي هنا؟ خلينا نحكي خلينا نحكي كمان هنا نحكي 3. حلو، فبدي امسك الاوبجكت هذا وبدي اقارنه مع كل اوبجكت من كل اندكس يحتوي على اوبجكت من ايتم تايب. كيف بدي اقارن القيمه هنا مع القيمه هنا؟ هسه بيجي دور اللوكيشن ودور الكومبيرد باي. فبحكي له الايتم اللي احنا بعثناه، ركزوا معي شوي، الايتم اللي احنا بعثناه للفانكشن دوت كومبير تو. شو الاوبجكت هسه الكومبير تو شو بتستقبل؟ الكومبير تو بتستقبل ايتم من الايتم تايب. كمان كيف هسه وين الايتم الثاني راح ابعث؟ كيف بدي اوصل لاول اندكس؟ بدي احكي له الاري انفو الموجود عندنا بالانسورتد تايب، ولكن عند اندكس كم؟ قلت عند اندكس صفر، صح؟ بدي ابلش من اندكس صفر. كيف بدي اجيب الاندكس صفر؟ في عندي اللوكيشن يحتوي على قيمه صفر. تمام، فبحكي له الانفو عند الخانه لوكيشن، وطبعا الخانه راح اللوكيشن قيمته راح يتغير، راح تتغير كل شوي. اوكي، ان شاء الله البرنامج مش قاعد بخرب. صح، في عندي كمان انا هذول اكواس تبعون الفانكشن، بدي اخلص الاكواس تبعون السويتش. صحيح، انا شو سميته؟ صح، سميته انفو. سميته انفو بكابيتال اي. ما شاء الله عليك. تمام، مرة ثانية، شو احنا قاعدين بنشيك هنا؟ قاعدين بنشيك الاوبجكت اللي انا بعثته، الايتم اللي انا بعثته، القيمة اللي في داخله بدي اقارنها مع الري، مع اوبجكت مخزن عندي في الاري، ولكن عند اي اندكس؟ عند الاندكس اللي بتعبر عنه لوكيشن، واللوكيشن اللي هيك دائما راح تبلش من صفر. في عندنا ثلاث حالات، في عندنا في الكيس الاولى اللي هي في الكلي. هسه شو القيمه هذه الجمله كلها؟ شو القيمه راح ترجعها؟ راح ترجعها قيمه من ريليشن تايب. شو عندنا قيم في ريليشن تايب؟ يا جريتر يا ليس يا ايكوال. في عندي ثلاث حالات. ليش انا سويت زي هيك؟ لانه الايتم المقارنه هذه راح ترجع لي قيمه من واحده من هذول القيم. طيب بما انه احنا في الانسورتد، ما بهمني اذا هي اكبر ام اصغر، بهمني انه هي لا تساوي، انه احنا بعدنا ما لقينا. اذا كانت اكبر او اصغر بدي احكي له لوكيشن بلس بلس. اذا احنا ما لقينا زود لي اللوكيشن، يعني زود لي الاندكس اللي انا قاعد بشيك عليه، بدال ما يكون مثلا اول اندكس احنا شيكنا عليه واحد، خليه يشيك لي على قصدي صفر، خليه يشيك لي على واحد.
بعدين خليه يشيك لي على 2 وهكذا لين ما هذا الشرط ما يتحقق، او انه احنا نلاقي الشغلة اللي احنا بندور عليها. طبعا بحكي له بريك عشان ما يدخل لي في الكيس ايكوال. في حالة الايكوال اذا احنا لقينا قيمة الفاوند راح نغيرها لترو، انه احنا خلاص لقينا كل ما فيها هذه القيمة اللي احنا راح نرجعها، فقيمة الفاوند راح تكون ترو. ونقول بريك، البريك هاي خلاص بتكسر السويتش ترجع مرة ثانية على الوايل عكس الترو فولس، فالوايل بتنكسر. طب لو ظليت اعيد واعيد وقيمة اللوكيشن ظلت تزيد وما عمري وصلت للايكوال، ما عمري لقيت القيمة اللي بدي اياها، راح تنكسر الوايل من هذه، لانه انا الستيتمنت هذه بتعبر لي انه انا مريت على كل اندكس على كل خانة عندي بالاري وما لقيت القيمة تبعتي. وبالاخير بعد الوايل بحكي له ايش ما كانت القيمة رجع لك قيمة فاوند، لان هي راح تحكي لي اذا لقينا او لا. هذا هو الريتريف ايتم. ناخذ فكرة عنها. نتبع يعلق ولا نت مين؟ اوكي مفروض انه هسه شغال. اوكي ناخذ مثال عليها. ماشي، في عنا كلاس عنا انفو فيه 3 اوبجكتس، واحد الفاليو عنده 8، الواحد الفاليو عنده 3، واحد الفاليو عنده 9. بدي امسك الاوبجكت هذا بدي ابعثه للفانكشن ريتريف ايتم. الفانكشن ريتريف ايتم راح تستلم هذا الاوبجكت، راح تعرف لي هذول المتغيرات، راح تشوف لي الوايل شو عكس الفاوند شو عكس الفولس ترو. حلو، هل اللوكيشن اللي هو راح يبلش من صفر، خلينا امسح اللينكث عندي هسه 3 صحيح، هل اللوكيشن هو ببلش من صفر اقل من اللينكث اللي هو 3؟ صحيح. فبندخل في السويتش، السويتش هسه راح تحكي لي الايتم، الايتم هذا راح يستدعي لي الفانكشن. فمهم جدا احكي calls the function، فعشان ما نتخربط ولا اوبجكت من الاوبجكتس الموجوده عندي بالاري راح يعملوا كول للفانكشن، راح يستدعوا لي الفانكشن compare to. ولكن الاوبجكت اللي بعثناه بالاري بالفانكشن اللي بعثناه للفانكشن راح يستدعي لي السويتش، راح يستدعي لي الفانكشن compare to. تمام، اول مره item dot compare to info عند الاندكس صفر. شو في عندي في الاندكس صفر؟ في الاندكس صفر في عندي اوبجكت عنده قيمة تساوي 8. نروح للكمبير تو. كمبير تو شو بتحكي لي هسه؟ الفاليو الفاليو لمين؟ طيب للأوبجكت اللي استدعيناه اللي استدعى الفانكشن هذا، فثلاثة شيلت هذه يصير ثلاثة. هل ثلاثة أكبر من item dot value؟ طب شو الايتم في الأوبجكت اللي احنا بعثناه للفانكشن؟ شو الأوبجكت اللي احنا بعثناه؟ info عند الاندكس لوكيشن. شو الاندكس لوكيشن؟ صفر. فرح يقارن لي بين هذه وهذه. هل ثلاثة أكبر من 8؟ لا، فما بدخل في هاي. هل ثلاثة أقل من 8؟ برجع لي لس. بنرجع على هذا، رجع لي لس. في حالة اللس زود لي اللوكيشن وعمل لي بريك. هاي اللوكيشن زودنا وعمل لي بريك. طيب مفروض أنا أستعجل شوي. أوكي في حالة، طب مرة ثانية خلينا نقارن، فبزود لي اللوكيشن، عيد لي زود لي اللوكيشن، فهذا هسا صار الاندكس واحد. صار الاندكس واحد. طيب في الاندكس واحد قارني، هل الثلاثة أكبر من 3؟ لا. هل الثلاثة أقل من 3؟ لا. هل الثلاثة تساوي 3؟ نعم. فبرجع لي ايكوال، الفاوند بتصير ترو، بسوي بريك. ارجع حانا، هل الفاوند عكس اللي ترو ايش؟ فولس، فما راح يدخل في اللوب. طب مثلا لو انا كانت القيمة عندي هنا 5، راح يظل يشيك، ما راح يظل يا جريتر يا لس يا جريتر يا لس، راح يظل يزود لي على اللوكيشن لين ما يوصل 2، لين ما يوصل 3. 3 هي ليست اقل من 3، فراح يعمل بريك هنا وراح يعمل ريتيرن لفولس. ولكن في حالة احنا لقيناه راح يعمل ريتيرن لترو. خلينا نرجع هنا، الفاوند صارت ترو. بس هاي كل الفكرة تبعت الريتريف ايتم. في اي سؤال على الريتريف ايتم؟ عشان بدي انتقل بعدين للانسيرت ايتم.
فالريتريف ايتم هي فانكشن فقط بترجع لي اذا ال اذا الايتم اللي احنا بعثناه للفانكشن موجود اوريدي يعني بالاري ولا لا. طيب في عندي ثاني فانكشن من الترانسفورمرز اللي هم اللي هي void اللي هي راح اسرع شوي هسه لانه الباقيات مش ناس difficult. unsorted type راح احكي عن الانسرت ايتم والانسرت ايتم المفروض انه هو باخذ اوبجكت صح؟ يس. فخلينا نروح على الانسرت ايتم نحكي له انت بتاخذ اوبجكت عشان هي القيمه الجديده راح نحطها او الاوبجكت الجديده راح نحطه في ال فانكشن. فبحكي له هنا ايتم تايب بسميه مثلا نيو ايتم تمام الايتم الجديد تبعي. يا الله اوكي تمام. فشو الشغله اللي بدي احكيها؟ اول اشي بدي اتاكد انه الاري مش فل. اذا كان فل كيف بدي اضيف؟ فاول اشي بدي اتاكد انه الاري مش فل. وات هانا يا جماعه هانا ثانك يو. طيب اول شيء بتاكد ان الري مش فل. هذه شغله مهمه جدا يعني مهمه جدا انكم تعرفوها. اول شيء بتاكد ان الري مش فل. طيب ثاني شيء بدنا نتاكد انه الايتم الموجود عندنا مش اوريدي موجود عندنا بالاري. يعني انا الاري هذا بديش يكون في عندي تو ايتمز من نفس النوع تمام. فمثلا الايتم تبعنا اللي فيه ثلاثة اوريدي موجود في عندي اوبجكت في الاري يساوي ثلاثة. فبدي اخزن القيمة اللي بترجعها الريتريف ايتم. فهي الريتريف ايتم بترجع يا ترو يا فوس يعني اذا كان عندنا موجود في الاري او لا. فبدي احكي له تساوي قيمة الريتريف ايتم للايتم اللي انا بدي اضيفه. مرة ثانية بدي اخزن في البوليان تي اذا الايتم بدي اضيفه موجود عندي بالليست اوريدي ولا لا. اذا كان مش موجود اف تي يساوي فولس ضيف لي اياه. انا اهم اشي انه هو ما يكون موجود عندي علشان نضيفه. بدناش يكون في عندنا تو اوبجكتس من نفس القيمه فعشان ما يتكرر عندي نفس القيمه. فمره ثانيه حكيت له تي يساوي فاذا القيمه بعثت الاوبجكت شيك لي انه القيمه اللي بدي اياها مش موجودة عندي بالأري ضيف لي إياها. طيب قبل ما نضيفها هذه رح رجع لي ترو فما رح يدخل لي. طيب كيف بدي أسوي؟ لعاد بدي أحكي له خلينا نحط قيمة مش موجودة عندي بالأري علشان نشل هذا عندي هيك. طيب القيمة مش موجودة عندي بالأري علشان يرجع لي فولس. اذا رجع لي فولس الريتريف ايتم العدد الخمسه مش موجود عندي بالاري وحقا مش موجود عندي بالاري خزن لي الترو او فولس بترجع لي الريتريف ايتم في البوليان تي وشيك لي اذا هي موجوده ولا لا. اذا مش موجوده كل بساطه بدي احكي له انفو عند الاندكس لينكث. عند الاندكس لينكث يساوي النيو ايتم. قبل ما احنا سوي اشي ليش انا اخترت الاندكس لينكث؟ لانه لينكث دائما راح تكون اكبر اندكس. ما اكبر اندكس انا في عندي فاليو هسه 2 فاللينكث دائما راح تكون هاي القيمه زائد 1 تساوي اللينكث زائد 1 3 3. هل يوجد في 3 اي اشي؟ لا. فبدي احط الاوبجكت الجديد تبعي في الاندكس اللي بعبر عنه لينكث. مره ثانيه اللينكث راح تكون قيمته قيمه او رقم اخر اندكس زائد 1. فزائد 1 راح يكون اخر اندكس هو 3. راح نحط الاوبجكت فيه الجديد. بعدين بما اني انا حطيت اوبجكت جديد بدي احكي له لينكث بلس بلس. بس هذه هي الانسرت نود. اول اشي بشيك انه الليست مش فل. ثاني اشي بشيك انه الايتم اللي انا بدي احطه بالجديد بالاري مش موجود عندي. واذا كان مش موجود عندي ضيف لي الايتم. وين اضيف الايتم بالضبط؟ ما سويت لوكيشن حكيت له فقط اللينكث. اللينكث بتعبر لي عن الاندكس اللي ما بعد اخر اندكس فيه قيمة.
في اي سؤال عن insert item؟ حاسس اني سرعت شوي بس لازم اسرع عشان معنا وقت كثير لضيق الوقت. مسجلة؟ نعم مسجلة يا احمد لا تخاف، هذول اللي انا بسجلهم. تمام، في اي سؤال على ال انا حكيته هسه لانه مهم جدا انكم تعرفوه؟ الانسرت ايتم بشيك على شغله، بشيك على شغله، اذا الشغله هذه مش صح، اذا الشغله هذه مش صح بروح بحط الايتم وبزيد اللينك، بسيطه جدا. طيب ثاني شغله بدي احكيها اللي هي الانسورتد فانكشن، ثاني من الترانسفورمرز من نوع انسورتد تايب، او في انسورتد تايب من نوع فويد بترجع لي فويد، اللي هي ديليت ايتم. ديليت ايتم هل هي راح، ثاني خليني اشيك اذا هي راح تستلم لي. هسا في نوعين من الديليت ايتم، يا نعمل ديليت لايتم عشوائي يعني خلاص ديليت ايتم اعمل لي واحده من هذول ديليت وخلاص، يا انه احنا نشيك اي ايتم بدنا اياه. فهاي الحاله احنا بدنا نشيك الايتم اللي احنا بدنا اياه هو من اي نوع، قصدي ايش القيمه تبعته، عشان انا بدي احدد اي ايتم بدي اعمل له ديليت. تمام، الايتم انا بدي اعمله ديليت، بدي ارجع على الفانكشن فوق وبتحكي له راح يستلم اوبجكت من ايتم تايب. تمام، شو راح اسوي هنا؟ او هنا راح اسوي انتجر لوكيشن. ليش بدي اسوي هنا انتجر لوكيشن؟ انا راح استعمله علشان ادور في الاري وين موجود عندي الايتم. طب هسه يمكن حدا يحكي لي عبد الرحمن الريتريف ايتم هي بتدور لي، ليش ما انا كمان اعمل ريتين للاندكس؟ صحيح بقدر اعمل ريتين للاندكس اللي احنا لقينا فيه الايتم، ولكن حاليا بالمثال احنا بنشتغل عليه الريتريف ايتم مش ما بتحس ما فيها هذه الفانكشن، ولكن بكل بساطه يعني تقدر انتوا تضيفوها، ولكن اذا ضفتوها لازم تغيروا على الفانكشنز الثانيين. اوكي، فراح نسوي زي سيرش هنا عندنا. اوكي هسا الوايل اللي راح نكتبها عشان تحرك لنا اللوكيشن، هسا بدنا نكتب وايل. الغرض من هذا الوايل، ركزوا معي، الغرض من هذا الوايل انه يحرك لي اللوكيشن للاندكس اللي فيه الايتم اللي بدي اعمل له ديليت مثلا. اوكي هسا خلينا نمسح، نرجع هسا انا الثلاثة مش عاجبتني بدي امسحها. يقول لك خلاص ليش كارهين على ثلاثة، خلاص نقول الثمانية، ثمانية مش عاجبتني بدي امسحها. فبدي اقول بدي ابعث ايتم فيه قيمة تساوي ثمانية، يعني انا قاعد بدور على اوبجكت موجود في الاري يحتوي على القيمة ثمانية وبدي اعمل له ديليت. طيب هسا في حالتين، الحالة الاولى انه او شغلتين راح تكسر الفانكشن الوايل. مره ثانيه الوايل كل غرضها الحالي ان هي تحرك لي اللوكيشن لمحل الاندكس. واقول لك خلص خليها ثلاث مره ثانيه عشان المثال بيصير احسن زي هيك. طيب كل ما فيها انه اللوكيشن، انه الوايل بتحرك لي اللوكيشن للاندكس اللي موجود فيه الاوبجكت اللي بدي اعمل له ديليت. تمام، فشو اول شغله؟ اول شغله بدي احكي له الايتم قيمته قارن لي اياها مع الاري انفو عند الاندكس لوكيشن، نفس اللي احنا سويناه فوق بالضبط. بعدين بدي اسكر. لطالما لوكيشن بالسمول، لطالما هذه ما بترجع لي ايكوال، يعني احنا بعدنا ما لقيناها، حرك لي اللوكيشن. مره ثانيه، لطالما الشغله هاي ما بترجع لي لطالما المقارنه تبعتي بالاوبجكت اللي انا بعثته للأوبجكت بالإندكس لوكيشن ما بترجع لي إيكوال، كمل حرك لي البلس بلس لوكيشن. طيب هسا يمكن تحكي لي تمام في شغلة ثانية، طيب لو أنا ظليت أمر ما وصل اللوكيشن راح يظل يزيد، بدي شغلة ثانية عشان تكسر لي هذه الفونكشن. تمام، شو هي الشغلة الثانية؟ إذا اللوكيشن ظل يزيد
لانه احنا نعدي على كل الاندكسز الموجودة عندي بالاري اكسر لي كمان. فنفس نفس الشرط هنا نفسه بالضبط، انه اذا احنا ما لقيناها وانه اذا احنا شيكنا على كل اندكس موجود في اوبجكت فقط. هذه كل الطبخة، ان احنا بنشيك على شغلتين، اذا في حال انه احنا لقينا وقف، في حال انه احنا شيكنا على كل الاوبجكت وقف. فكل ما فيها انه هذه الوايل بتحرك لي اللوكيشن للاندكس تبع الاوبجكت اللي انا قاعد بحاول احذفه، الاندكس بتحتوي على الاوبجكت اللي انا قاعد بحاول احذفه. طيب في حال انه احنا لقينا في حال، طيب مرة ثانية يمكن هو يظل يزيد. طيب في حال انه اللوكيشن، طيب مثلا احنا لقينا لو انكسرت الفانكشن، لو انكسرت صح مش اكبر هي اصغر، صحيح صحيح. طيب في حال لو انكسرت اللوب باستعمال هذه، المفروض انه اللوكيشن ما يزيد عن عدد اللينكث، ولكن احنا لازم نشيك عليها مره ثانيه. نسيت ليش، لو في حدا بقدر يزيد لي يذكرني. احنا بنشيك مره ثانيه علشان نعمل ديليت. هسه شو روح على الوايل انت، هلا انت حاط في الوايل شارتر صح؟ اذا الايتم اللي احنا بندور عليه ساوى لقيناه خلص تطابقه معناها لقيناه، طلعنا من الوايل لانه لقينا الايتم يعني. Exactly. طب افرض افرض انه احنا طلعنا من الوايل لانه اللوكيشن زاد اكثر ووصل اكثر او يساوي، شيكنا على كل اندكس يحتوي على اوبجكت. ايوه تمام. فاحنا طلعنا برا برا الاري او برا الليست، ف السبب اللي احنا طلعنا right. فيه من الوايل مش انه احنا لقينا الايتم، ذكر احنا خلص وصلنا برا الليست وما لقينا الايتم. تمام. بدنا نعمل زي شرط تحقق انه احنا يعني افرض 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 انه احنا ما لقينا الايتم وطلعنا من الوايل بفعل انه اللوكيشن قيمته صارت اكثر من اللينك. اذا اللوكيشن قيمته اكثر تمام. فهمتك فهمتك. كمل تمام. فالبحاول بحكي جواد انه احنا لو انكسرت اللوب على اساس هذا، على اساس هذا الشرط انه احنا اللوكيشن صارت اكبر من او يساوي اللينكث، فلما يجي فالاف هذه ما لها علاقه بالوايل، فلازم نشيك على الشرط هذا مره ثانيه. اذا احنا ما شيكنا عليه مره ثانيه احنا راح نعمل ديليت لاندكس احنا لاندكس احنا ما انا مش موجود حتى عندنا في موجود مش موجود فيه ايتم حتى. تمام. فلازم الشيء في حال انه الوايل انكسرت باستعمال بسبب انه اللوكيشن اكبر من او يساوي اللينكث، احنا لازم نشيك على الشرط مره ثانيه. احنا وي ماي ديليت سمثينج ذات دزنت اكزيست، احنا يمكن اذا ما سوي ما شيكنا على الشرط مره ثانيه يمكن احنا نعمل ديليت لشغله مش موجوده. تمام. اوكي خلينا هسه لما يلف الوايل الاوبجكت عندي قيمته 3 راح يلف على المره الاولى، 3 does not equal 3 does not equal 8 true، واللوكيشن صار 1 بدال 0، 1 اقل من لينكث صحيح. فشو بنسوي في هاي الحاله؟ بنكمل مره ثانيه، 3 قارنها مع 3، 3 راح ترجع لإيكول، فهذا الشرط راح ينكسر. طب لو كان في عندي قيمة مش موجودة راح يظل يزيد وراح يطلع راح يطلع لي من اللوب هذا الشرط، ولكن في هاي الحالة اللي طلعنا من اللوب هذا الشرط لأنه item compared عملنا compare وساوى إيكول، فهنا مكتوب لا يساوي إيكول والرجع لي إيكول، فانكسرت الوايل واللوكيشن قيمته صفت على 1. تمام. فبدي أحكي له حاليا info في الاندكس لوكيشن، احنا خلص لقينا احنا لقينا الاندكس في اندكس لوكيشن، الانفو مره ثانيه في اندكس لوكيشن يساوي الانفو في الاندكس لينكث. عبد الرحمن هلا، اسمع بدي اقول لك شغلي. قول
لاني شايفك متغلب جدا من الانفو اللي انك حاطها كابيتال لتر، وخايف ترجع تعدل لا في يا كل زلمة، يا الاماكن زلمة اللي عادي فيها. يا زلمة. لا خلاص طب يا اسمع اسمع، دكتور اقول بس. لك اكبس عليها، اكبس عليها، رايت كليك، اعمل رينيم، رينيم، رينيم لول، ثاني خيار، كويس كويس، غير اسمها انفو، اعمل بريفيو، ابلاي، تمام، كفو، هاي صار أحسنت، كل مكان نفس الشيء. شكرا، هاي معلومة جديدة، كويس، أوكي أو طيب، هيك هيك بطل تقلب حالك. كويس كويس، لينكث ماينس ماينس، كفو، أحسنت، شكرا يا فيصل، تمام. طيب في حال إن إحنا لقينا، وفي حال إن اللوكيشن لسه بعد الوايل لوب أقل من اللينكث، بدنا نحكي له إنه الإنفو في اللوكيشن في الإندكس لوكيشن يساوي الإنفو في الإندكس لينكث ماينس واحد. طيب خلينا نمر على اساس ليش احنا سوينا زي هيك. الانفو دوت لوكيشن، الانفو اندكس لوكيشن، شو الاندكس لوكيشن؟ عندي واحد، فالانفو في هذا القيمه، فحكالي انه الانفو في هذا الاوبجكت يساوي في هذا الاندكس يساوي قيمه اللينكث ماينس واحد. العاد هو جاب اخر نود زي ما شرح الدكتور حياة في اخر حصه، في اخر محاضره، جابت اخر نود حرك وقال لي انه الاندكس هانا عمل لها اوفر رايد وحط لي اوبجكت اللي موجود، حط لي نسخه من الاوبجكت اللي موجود في اخر اندكس. كيف بدي اجيب اخر اندكس؟ لينكث ناقص واحد، بعبر لي عن اخر اندكس زي ما انا حكيت، تمام. مرة ثانية، ليش احنا سوينا زي هيك؟ الاوبجكت هذا زي ما انتم لاحظتوا، لما انا عملت لينكث ماينس ماينس، لما انا عملت لينكث ماينس ماينس، صار الاندكس الاري بعبر لي عن هذول الخانتين بس. طب يا عبد الرحمن في عندي خانة هنا وموجود فيها اوبجكت، ولكن الاري زي كانه مش معترف فيها، فعليا هي الاوبجكت موجود عندي بالاري لسه، انا ما عملت له ديليت، ولكن فعليا هو مش موجود، هو لا الـ يعني زي الاري ما راح يعترف فيه لانه اللينكث صار ماينس ماينس، قلت له بالاخير اللينكث ماينس ماينس، فراح يرجع لاثنين. فزي ما احنا حكينا الاندكس لاخر ايتم يساوي اللينكث ناقص واحد. طيب اللينكث ناقص واحد هو واحد، لعاد هو بيعتبر لي انه اخر اندكس عندي بالاري هو اندكس واحد مش اندكس اثنين، عشان انا عملت ديليت لهاي، حطيت الاوبجكت هذا فوقيها فعمل لها ديليت. فبكل بساطة انا جبت اخر اوبجكت حطيته في الاندكس اللي انا بدي في حطيته فوق، اخذت نسخة عنه وحطيته فوق الشغل اللي انا بسموه اوفر رايت، انه انا بحطها فوق ال فوق الاوبجكت الموجود عندي في الاندكس اللي انا بدي اللي بدي اعمل فيه ديليت، فاوتوماتيكيا بعمل ديليت للاوبجكت اللي انا بدي اعمله ديليت واحط الاوبجكت فوق يساوي 9. فهذه ليش سويناها بالضبط؟ علشان بما انه انا، ركزوا معي شوي، بما انه انا الترتيب عندي ما بهمني، في عندي هنا 9، في عندي هنا 3، في عندي هنا 5، قصدي 8، بما انه انا الترتيب ما بهمني بقدر خلاص اني اخذ اخر اوبجكت احطه هنا، وهذا خلاص احكي له انه اللينكث عندي يساوي 2 او نقص اللينكث، كان 3 صار 2، نو صار كان 3 صار 2، وحطيت الاوبجكت هذا فوقيها. المرة الجاية اللي انا بعمل فيها انسيرت راح نحط القيمة اللي جديدة تبعتنا فوق هذه، فراح تحذفها، فباعتبار ان احنا حذفناها، تمام. طيب مثلا انا بنسوي على السريع، مثلا لو كان اللينكث 4 اوكي، وكان في عندي قيمة هنا مثلا 3 5 9، فبما انه انا الترتيب عندي ما بهمني، بانه الترتيب عندي ما بهمني، فبكل بساطه اجيت مسكت اخر قيمه لينكث ماينس 1،
حطيتها محل القيمة هذه، صح انه الخمسة صارت قدام التسعة هسه، وبعدين قلنا له اللينكث ماينس فاينس وصارت اللينكث يساوي ثلاثة، صح انه الخمسة صارت قدام التسعة، ولكن هاي اسمها unsorted list. فاهمني شو راح نسوي في السورتد ليست؟ الليست اللي مرتبة راح ناخذها بكرة ولا بعد بكرة ان شاء الله، قصدي يوم الخميس، انه ما انه الترتيب بيهمني راح اعمل ديليت لهذه، وراح امسك كل هذا واعمله شيفت لفوق، فبنحركه كله لفوق باستعمال واي لوب، راح نشوفها وقتها. ولكن حاليا بما انه انا الترتيب ما بيهمني، والمرة الجاية اللي انا بعمل فيها انسيرت راح يحط القيمة تبعتي، راح احطها، راح تحط مثلا حطيت 10 راح تيجي فوق هذه، راح يصير اللينكث بعبر لي عن اللينكث 4، فهذه راح تنعمل لها ديليت. ولكن بما انه الترتيب ما بيهمني، فبقدر ان انا احط التسعة قبل او بعد الخمسة، فاختصرت اختصار مباشر. هذه هي الديليت ايتم، او الديليت، ايوه هذه هي الديليت ايتم. في اي سؤال على الديليت ايتم؟ بيسكلي اكس، ايوه لما احنا نعمل زي ما نعمل ابديت لقيمه انتجر اكس يساوي 10، بعدين في البرنامج حكيت له اكس يساوي 12، جبت ال 12 حطيته فوق ال 10 وال 10 التغت، عملت ابديت لقيمتها. تمام. في اي سؤال عن الديليت ايتم، عن الانسرت ايتم، عن الريتريف ايتم؟ لانه هذول اغلب الفانكشنز اللي كانوا شوي فيهن شغل. فإذا أي حد عنده سؤال مباشر يسأل، أو يبعث لأي مودريتر عنا بالخاص، لأي آدمن عنا بالخاص، يسأل مباشر عشان أقدر أجاوب على السؤال. إذا ما في أي مشكلة في هذول الفانكشنز، يعني أنا شايفهم بسيطات، يعني صح إنه فيهم كلام كثير، بس لما ترجعوا تتبعوا وترسموا زي هيك الشغلة بتسهل كثير. صح بعيد شكل الرسمة بتخوف، بس المهم ان شاء الله الفكرة وصلت لكيف انه احنا نسوي. اوكي، اخر ترانسفورمر عنا اياه اللي هو الفويد ميك امتي، ولكن كيف بدي احدد له انه هو من الكلاس؟ تحكي له unsorted type ميك امتي، ما بستلم اشي، كل ما فيه انه هو بسوي لي لينكث يساوي صفر. طب ليش لينكث يساوي صفر؟ مش مفروض امشي على اندكس واعمل فيها، لا اعمل للأوبجكت اللي فيها ديليت؟ صح، مفروض نسوي زي هيك، ولكن بما انه الري بيست اللينكث فعليا هو اللي بحدد لي دائما وابدا، هو بحدد لي عدد الايتمز الموجودة عندي، اذا سويته صفر انت قاعد بتصف، ولا انت قاعد مش بتعتبر لي عن اي اوبجكت، او انت مش بتعترف لي في اي اوبجكت موجود عندي بالاري. فالمره الجايه اللي بتعمل انسرت وبتبلش من اول اندكس، القيمه الجديده راح تحطها راح تعمل اوفر رايت للقيمه القديمه، فراح تعمل لها ديليت. صح انه نحن لما نعمل ان ميك امتي، ثبت الميك امتي انه اللينكث، احنا بس بنغير قيمه انتجر، انه القيمه الموجوده عندي او شيء، انه القيم الموجودة عندي بعدها موجودة فعليا بالاري، ولكن المرة الجاية اللي احنا بنعمل فيها انسرت، والمرة بعديها بنعمل فيها انسرت، والبعديها والبعديها راح نعمل اوفر رايت للقيم القديمة تبعتنا. في اي سؤال عن ميك امتي؟ ميك امتي سهلة يعني، بسيطة جدا، راح نضطر ان احنا نمشي على كل وحدة ونعمل لها ديليت في اللينكت ليست، راح لما ناخذ اللينك ليست وقتها فرج، ولكن في الاري بيست نقدر نصفر اللينك وخلاص، لانه اللينك هو حقيقيا قاعد بعبر لي عن عدد الايتيمز الموجوده عندي بالليست. تمام. اخر فانكشن، تو فانكشنز عندنا اياها، في عندنا void unsorted type reset list، كل ما فيها انه هذا بحكي لي ال current position يساوي خلينا نحكي سالب واحد، هسا تقدر تخليه يا واحد يا صفر يا سالب واحد، بس رح نحكي عن الفرق عنهم بعدين. واخر function عندي هي ال unsorted type لل get next item، ما
من اسمها get next item هي راح تعطيني مش get length. صح انا get length ما كتبته. ولا كتبتها؟ لا ما كتبتها. طيب get length بسيطة جدا integer unsorted type get length كل ما فيها انه نعمل return. هي صح constant. نعمل return للength بس هذه هي get length فقط. كيلو get next get next item و بدي اكتب لها. طيب get next item هي راح اوكي get next item راح تستلم item راح تستلم من item type بالرفرنس عنوان راح تستلم عنوان لأوبجكت زي ما حكينا في المحاضرة الماضية راح تستلم عنوان لأوبجكت راح تستعمله علشان تخزن فيه الـ next item. تمام هسا بدنا نحكي شو الـ get next item شو بتسوي. تمام الـ get next item أول إشي راح تشيك لي إنه البوزيشن تبعنا إذا بلشنا من سالب واحد خلينا أنا بدي أمسح كل هاي السواليف ثانية أمسك هذا كله ديليت بدي أمسك هذا كله ديليت 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 خلي له هذا إنفو ديليت 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 بس هي رجع الأري عنا زي ما بدنا. تمام هسا بدنا نعتبر الـ get next item او الـ current position نعتبر الـ current position بدي اختصر في سي بي بدنا نعتبر انه الـ current position هو عداد او مؤشر قاعد بأشر لي احنا على اي الـ current position. شو يعني current position اصلا؟ current position هو الاندكس حاليا او البوزيشن حاليا اللي احنا بنحكي عنه. شو هو البوزيشن يعني بوزيشن يعني الموقف احنا وين واقفين بالضبط. فحاليا بما انه الكيرنت بوزيشن يساوي سالب واحد فاحنا كانه قاعدين بنأشر على ما قبل اول اندكس اللي هي صفر بعدين واحد بعدين اثنين قاعدين بنأشر على ما قبل اخر هذا. فلما نحكي get next item شو يعني النكست؟ يعني حرك لي الكيرنت بوزيشن كمان واحدة. النكست من اللاشيء هو أول آيتم فبس بمر لي على أول آيتم وبتخزن لي إياه في هنا في الآيتم هنا. ما علينا خلينا بس أعبر لكم إن هي بالبداية إذا ما بلشت من صفر يعني إذا ما بلشت من صفر أنا بحكي في حالة إذا بلشت من سالب واحد. طيب هسا انا ما بقدر احكي له حي الله انه بس اعمل لي الايتم هذا يساوي الانفو عند الاندكس كيرنت بوزيشن. فالكيرنت بوزيشن قاعد بعبر لي عن اندكس زي اللوكيشن ولكن هو بتحرك. تمام فبدنا نشيك انه الكيرنت بوزيشن هي اقل من لينكث. ليش؟ انه في حال انه احنا حطينا الـ get next item في loop راح يظل يلف وبناش احنا الـ current position يظل يأشر لي هان بعدين أشر لي هان بعدين بصير أشر لي هان. ليش؟ انا هانا ما عندي اي قيمة فعلي اساس تأشر لي هان. خلص وقف لي محل ما اللينكث بوقفك. تمام؟ وقف لي محل باللينكث بوقفك هانا راح يوقفني اللينكث لانه اللينكث ثلاثة حاليا. تمام؟ تحكي له لا طالما الـ current position أقل من الـ length صح؟ أوكي زود لي الـ current position plus plus. ليش زود لي الـ current position؟ هسا بنشوف لأنه أنا بدي أحكي له الـ item اللي إحنا بعثناه خزن لي فيه نسخة من الـ فصار plus plus فصار هنا صفر فصار هنا أشير لي على index صفر. فخزني في الانفو خزني في الاوبجكت اللي احنا بعثناه الاوبجكت المخزن في الاري انفو في اندكس صفر. كيف بدي احكي له اندكس صفر؟ بدي احكي له في الاندكس كيرنت بوزيشن لانه حاليا اول ما انا زودت الكيرنت بوزيشن راح يحكي لي عن الكيرنت انفو.
إيه احنا خلصنا. طيب مره ثانيه لو انا استدعيت هاي الفانكشن مره ثانيه، قيمه الكيرنت بوزيشن، كيرنت بوزيشن ليست لوكال فاريبل، هي موجوده عندي بالانسورتد تايب. فلما ازود مره، لما ازود انا راح يظهر التزويد عندي في كل الاوبجكتس، او في كل الـ مش في كل الاوبجكتس، في كل الفانكشنز تبعون الانسورتد تايب. فلما استدعي الفانكشن هاي مره ثانيه راح نبلش من صفر. شو النكست ايتم ما بعد صفر؟ واحد. شو ما بعد؟ فبصير بحكي له كيرنت بوزيشن بلس بلس، فبصير هذا اشير لي على واحد، فبصير هذا اشير لي على واحد، وراح نعطي الايتم هذا قيمه الاندكس في واحد. تمام. فبقدر استعمله هذه عشان مثلا اطبع كل القيم الموجوده عندي في الليست، اطبع كل القيم الموجوده عندي بالليست. تمام. هيك احنا خلصنا الاري، خلصنا البوث كلاسز. اخر اشي ظلت معانا انه احنا نطبق كل اشي حكينا. شو بدنا نسوي في التطبيق تبعنا؟ بدي ثاني شوي. مثلا بدي احكي له اوكي انتجر مين، ما يعزك يا مين، ماشي انتجر مين، بدي احكي له بدي اسوي item type. في عنا item 1 بدي اسوي item 2، راح تشوفوا ليش بعدين راح اسوي item 2 لا خصوصا بس للإتريتر هذا. ليش سميته إتريتر؟ هو راح يلف لي، راح يعمل إتريت، راح يلف لي على كل إندكس موجود عندي بالأري. جميل. طيب شو بدي اسوي؟ مثلا اول شيء بدي بدي اقول له انتجر نمبر. هسا عشان استدعي الفانكشنز هذول تبعت الانسورتد تايب، تحكي له انسورتد تايب، بدي اسوي مثلا ال1 او تعبر، اوكي خلينا نقول اسميها مثلا ليست 1. جميل. فعندي تو ايتمز وفي عندي الليست. واحده من الايتمز راح استعملها علشان ادخل قيم في الليست، واحده من الايتمز راح استعملها علشان علشان ايش؟ اطبع كل القيم الموجوده في الليست. تمام. فبحكي له انتجر، انتجر نمبر، وهو ال او احكي له انبوت مثلا، هو الرقم اللي راح ندخله في كل محل هنا. تمام. انا الليست هاي بدي اسويها، صار لي سنه برسمها بدي اسويها فعليا. فبحكي له فور انتجر اي، ببلش من صفر، اي اقل من اقل من او يساوي ثلاثة، لانه انا بدي اضيف ثلاث اضيف ثلاث اوبجكتس. بدي احكي له اي بلس بلس. اول شيء دخل لي النمبر اللي انت بدك اياه، الانبوت، القيمة بدك تحطها في الاوبجكت اللي هي يا ثمانية يا ثلاثة يا تسعة. وبعدين بدي احكي له ايتم 1 dot initialize. ليش انا استعملت مش الكمبيرتو، ليش انا استعملت الانيشالize؟ عشان انا بدي اول اشي احط القيمة هذه داخل item، بعدين ادخل الitem في الليست. فاول اشي ببعث له مش النمبر، الانبوت تبعي. بعد ما انا اخزن الرقم اللي انا بدي احطه في الاوبجكت، في الاوبجكت نفسه، بعدين بدي ادخله في الليست. كيف بدي ادخله في الليست؟ بدي اسميها list dot insert item، وبدي ابعث لها الايتم 1 تبعي. الايتم 1 تبعي يحتوي على الانبوت وكمان يحتوي على كل الفانكشنز. طيب هذه في اللفه الاولى. في اللفه الثانيه راح يدخل قيمه جديده، الانيشلايز راح تبطل القيمه القديمه، راح تصير قيمه جديده انبوت جديده، والانبوت الجديده باستعمال نفس الايتم. طب انا هو ايتم واحد، كيف بظل بستعمل نفس الايتم عشان ادخل ثلاثة اوبجكتس؟ لانه هو باخذ نسخة، زي ما بتعرفوا الايت الليست الانسرت ايتم تاخذ نسخة عن الايتم 1 وليس الايتم 1 نفسه. فلما ناخذ نسخة، النسخة هاي راح نخزنها، مش الايتم 1 راح نخزنه. تمام. فبهاي الطريقة انا ضفت ثلاث اوبجكتس كل مرة، كل iteration أو كل لفة في الفور إحنا قاعدين بناخذ object، إحنا قاعدين الأوبجكت هذا نستلم الانسرت تايب، بنبعث كوبي أو بنبعث نسخة من الأوبجكت هذا للانسرت ايتم، والانسرت ايتم راح يخزن الأوبجكت النسخة هذه مع القيمة تبعتها اللي إحنا دخلناها داخل الأري عند الاندكس اللي بدنا إياه.
مثلا وانا بدي اعمل ديليت تحكي له ليست 1 دوت ديليت ايتم بدك يقول الايتم 1. طيب الايتم 1 شو قيمته هسه؟ بدي احكي له قبل ما انا احدد له الايتم قبل ما احدد له الايتم 1 بدي احدد له القيمه اللي انا بدي اعملها ديليت. فمثلا دخلت 3 زي ما حكيت انا بدي اعمل ديليت لثلاثة، بدي ابعث له بغير قيمة الفاليو في الايتم 1 لثلاثة، بعدين بدي ابعث الايتم 1 هو والثلاثة عشان ينحذفوا. طيب شو ظل شغلة بدنا نجربها؟ مثلا سي اوت نمبر اوف ايتمز ان ذا ليست يساوي اللي هي ايش؟ list 1.getLength، وهذه راح ترجع لنا قيمة الأشياء اللي بدنا إياها. طيب مثلا لو أنا بدي أعمل print لكل الأشياء اللي بدي إياها، بدي أقول for loop، بدي أحكي له نفس ال for loop تماما، بمسك هال for loop هذه نفس ال for loop تماما، ولكن بدي أعمل بدي أعمل زي اتريتر. طب تمام، هسا بدال ثلاثة بدي احكي له list 1.getLength، مش get next item، get length. ليش؟ لانه بكل بساطة بدي اياه يوقف لين ما احنا نكون مرينا على كل القيم تبعتنا. طيب هسا بيجي دور الايتم 2، بحكي له هسا list 1.get get next item، الايتم اللي انت بتحكي لها خزن لي اياه في الايتم 2. هسا الايتم 2 احنا بعثناه، فاصل مقطوعه، احنا بعثناه بالرفرنس لعاد قيمه الايتم 2 كل مره احنا بنلف فيها ايتم 2 كل مره احنا بنلف فيها راح تاشر هنا بعدين راح تاشر هنا بعدين راح تاشر هنا. ليش؟ لانه احنا اخذنا العنوان تبع الايتم 2 وليس نسخه عن الايتم 2. تمام. بدي احكي له سي اوت، صح؟ نو ويت ا سكند، هاي فويد. اوكي. فايش بحكي له؟ بحكي له بعدين ايتم 2 دوت برنت، بخزن القيمه فيه عشان انا خزنت في الايتم اللي انا بعثته، بخزن القيمه فيه. بعدين بحكي له مثلا سي اوت، خلي بينهم مسافه، خلي بينهم مسافه يعني شوي، مثلا نجوم مثلا. بعدين اللفه الثانيه خلي الايتم 2 ياخذ قيمه الاندكس اللي بعديه، لانه كيرنت بوزيشن راح يتحرك، لانه الفانكشن هاي بتزود الكيرنت بوزيشن، فالكيرنت بوزيشن راح يتحرك وراح يضل ياشر لي لين ما الكيرنت بوزيشن يكون يساوي او اكبر من او يساوي اللينث، فحيبطل انه هو يعطيني النكست ايتم. واصلا هذه حتبطل تشتغل لانه النجت نكست ايتم ما راح تشتغل. خلينا نشغل الكود. فاول اشي حكى لك اوكي دخلنا في اللوب هذه، اول اشي ايش حكينا بدنا ندخل؟ بدنا ندخل 8، حكينا ندخل 8، فاول شيء بدخل 8، بدخل 3، بدخل 9. ويت اوكي لا وي بروبلم، المفروض ما احكي يساوي، المفروض اقل من، صح؟ لان انا بلشت من صفر، فبحكي له ايش؟ 8 3 9 like the number and items in the list. ثاني insert item. اوكي هسا انا بدي اعمل print ما قبل وبعد. طب ليش ما اشتغلت الفور لوب هذه؟ طب ليش اللينكث صفر؟ ثانية في شغلة نسيتها أنا في الانسرت ايتم، حكيت اوكي لينكث بلس بلس،
ثاني شوي قاعد بحاول اني افرق بين الاشياء اللي انا قاعد احاول اسويها. اوكي ليش ما طبع اشي؟ ليش ما دخل الفور لوب هذا؟ لانه for some reason ال get length او ال length صفر. بس ليش ال length صفر؟ المفروض كل مرة نعمل insert item المفروض ازود لي ال length صح؟ عبد الرحمن انت نعم قاعد تعمل الايتم واحد قاعد تطبع على الايتم اثنين. هو الايتم اثنين راح يمر لي على كل واحدة. المشكلة مش في الايتم اثنين، راح يمر لي عليها وراح يخزن ايوه لي القيم تبعتهم. صوتك خرالي. طيب فبقدر حد يحكي لي ليش احنا ليش اللينكث مش راضي؟ استنى ديليت ايتم قاعد بعمل ديليت. اوكي خلينا نشيل الديليت ايتم هذه مثلا، احكي له مثلا 8 3 9. ليش the number of items in the list صفر؟ ال get length شو بتسوي؟ بتعمل return لل length. تمام. كل مرة أنا بعمل بستدعي فيها ال insert المفروض ال length يزيد واحد. ليش ال length مش راضي يزيد؟ I'm actually confused. length minus minus في الديليت احنا فقط بنزود اللينكث في الانسيرت ايتم. اوكي شوف شو المشكلة هنا، شو الورنينج هنا. عبد الرحمن هلا غلبك، ابعت الكود على ال شو اسمه المجموعة بشكل عام. طيب ببعثه بس انه اي هسه حدا. هسه عشان طيب اساعدك طيب طيب بصراحة. طيب طيب هاي بعثت الكود زي تكست فايل بس. انا بس مستغرب ليش انه هو ليش اللينكث مش راضي يزيد. في حدا بعرف ليش اللينكث مش راضي يزيد؟ insert item احنا بنبعث object الفانكشن مش فول. هو بدخل لي اصلا ثاني. انا ناقل من الكود نفسه. الانسرت ايتم next does not equal max item بدخل يعني if it's not full. if retrieve item boolean t يساوي retrieve item new item اذا t يساوي false ادخل لي. اوكي انا مسوي نفس الاشي بالضبط. مش يعني مثلا احط بلس بلس انا المفروض ما تفرق. اللينكث مش راضي يزيد. وات اشتغل معي الكود من قبل. جواد قتيبة طلع صعب. فأي حدا عنده فكرة؟ هذا آخر إشي المفروض هيك، بعد هيك نخلص خلاص. أنا حاسس إنه البرنامج قاعد بخرف. هل إنه الجيت لينكث أيتم مثلا؟ لا current position is uninitialized عارف is full not all paths retain a value. انا شو بدي ليش not all paths retain a value؟ طيب is false. طيب بكل بساطة is false. ريبيلد انا والله ماني عارف ليش الكود ما اشتغل. هي فكرة هي شغلة بسيطة جدا بتكون بس غريب. اوكي طيب اهم شيء انكم تكونوا فهمتوا الفكرة. الريكوردينج تقريبا ساعة ونص فهذا اللي كنت بدور عليه يعني. فاذا في عنده اي حد عنده اي فكرة ليش اللينكث مش راضي ينزاد يحكي لي مباشرة لو سمحت يعني. طلع معك شيء يا فيصل؟
فيصل عالم النيت. اوكي print. اوكي ما لها دخل هذه الفانكشن، هذه ما راح تندخل اصلا لانه اللينكث يساوي صفر. بس ليش اللينكث يساوي صفر؟ غريب. انا ما استعيد الميك امثي مثلا. ابصر. طيب المهم هذا شغلنا كله. هسا بعطي مجال للاسئله كمان لاي حدا بده يسال سؤال، اذا في اي شغله ما فهمتوها مباشره اسالوا مباشره لانه يعني هاي هي قعدتنا، وبعدين خلص الدكتور حياه راح تجي، وبكره يمكن تسالنا اسئله كثير. ف الكود هذا انا بعثته على الاجتماع العام لاي حدا حاب ياخذه، وموجود كمان بالشيتات في قناه مواد السنه الثانيه في الداتا ستراكشر، موجود هناك كمان. فأي حدا عنده أي سؤال يسأل مباشرة، وإذا في حدا أي عنده أي فكرة ليش اللينك مش راضي ينزاد كمان احكي لي. هذول ما لهم أي علاقة أصلا. أوكي location plus plus لا length ما له علاقة length plus plus. طيب الكونست إلها دخل ممكن، خلينا نجرب الكونست مع إنه الكونست ما أعتقد إنه يكون له علاقة، بس خلينا نجرب يعني ما في مشكلة نجرب من العامل string كمان. روعة انت عملت ستريم بالغلط، تقدر تشيل الستريم. كونست كونست وين كانت؟ كانت في الجيت لينك، تشيلها من الجيت لينك. ثمانية ثلاثة تسعة ما لها علاقة. طب شو المشكلة؟ بعمل initialize لما اعمل object ماشي المفروض. اوكي يور باك. طيب جيت والله جابك. شوف الكود تبعي هسه، سويت فور لوب بدخل فيها القيم تبعتي رايت. اكزاكتلي هي 8 3 9 ما راح يدخل في البرنت، البرنت فانكشن انا مسويها علشان اللينكث يساوي صفر، ما زود هذا. طيب انيشلايز بس باخذ انتجر وبعطيه للفاليو، بس الانسرت ايتم المفروض ان هي تزود اللينكث برتسنا ايش راضي يزود. اوكي بعدي هذه الفانكشن لانه اللينكث قل من اللينكث يساوي صفر. طيب انسر ايتم. اوكي انه الاوبجكت مش موجود عندنا. لينك وين؟ الو هاي 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 تمام. يعني انت مستدعيها برو انسيرت ايتم خلص ماشي تمام. انا جد مش فاهم المشكلة، كنت هفجرك شوي. كويس انا متبع الكود تتبيعي يعني بيسكلي كاتبه نفسه. ثاني شوي خليني ارجع ل الانسيرت ايتم شوي. No, it's the same thing. اوكي احنا المفروض خلصنا هسه. بعمل سكيب لانه اللينكث يساوي صفر، بطبع هذه بقول اللينكث يساوي صفر، هذه بس برنت فور لوب انا عاملها. طيب
يطلع لي بس فوق. جال على السيرت ايتم ما تقيم اوليه لللينك وال هاي اللينكث بالكونستراكتور هاي لينك سيرفر تمام خلاص تمام بنزل شوي تحت روح على الازفول 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 شو حاطها انه لا تساوي او سلو يا وين هالازفول فوق هو اعطاني ايرور انه not all paths retain an item اسح لول ثاني don't worry don't worry هذا ما اشتغل اصلا بس حتى لما اشغل مره ثانيه اذا اللينك يساوي max items ف 9 8 ثلاث ايرور exception thrown ليش وات؟ استنى تعال جاي عبد الرحمن ها استنى شوي كنت بوزيشن بلش من سالب واحد كنت بوزيشن اقل من لينكس ناقص واحد معقول؟ نو اعمل ستوب اعمل ستوب لكود اعمل ستوب طيب ثاني خليني اجرب مفروض انت اصلا لا اسمع قلت لك سمعت ما هيشتغل اصلا اذا لست فاضي yeah. exactly exactly ثاني شوي شوف الكود اللي عندي هنا استنى الجيت نيكس بقول كيرت بوزيشن ببلش من سالب واحد كيرت بوزيشن اقل من لينكث نفس اللي انا سويته بالضبط هل المشكله في الكود نفسه في غلط لا عادي صح طيب شو المشكلة؟ طيب انت اصلا وين مستدعى انت وين مستدعى قلت نفس الايتم اصلا هانا بالفور لوب هم يخش على الفور لوب اصلا ليش ما راح يخش؟ ما هو اكيد ما راح يخش على الفور لوب عشان اللينك يساوي صفر طب وليش يساوي صفر؟ وليش اللينك يساوي صفر هذا السؤال وات؟ exception thrown are you kidding me ومو قبل شوي ما كان معطيني exception what the hell is happening okay في غلط في الكود يساوي مثلا ثاني يمكن صح تكون الغلط هنا يا برو سامعني؟ اوكي حط لينك ناقص واحد لانه هيك اصلا يا خلينا نجرب لينك ناقص واحد صحيح عرفت ليه؟ لانه ركز معي شوي الكرنت بوزيشن سالب واحد واللينكس باي ديفولت صفر فانت استدعيتها اذا كان الليست فاضي هتشتغل برضه وهي المفروض ما تشتغل الليست فاضي طيب ثاني ما هو اللينك راح يبلش من صفر صح؟ لا ما هو اكسبشن ثرو بروووو ثاني انا شو كاتب اذا بلش من سالب واحد شيك على الاس ام تي صح انت كلامك صح على فكرة هو ببلش من سالب واحد مفروض بلش من سالب واحد بس المشكلة هنا انه مش قصد السالب كل اللينك سالب واحد وطلع عن جد الكود اللي معي غلط طيب لو كان مثلا مش كيرت بوزيشن ليه عامل 3 لوب مش 3 اوكي واحدة عشان نحط قيم واحدة عشان تطبع وعملتها مرة ثانية عشان تطبع كنت اطبع قبل وبعد الديليت كان في عندي ديليت فانكشن كنت اطبع قبل وبعد كنت مثلا item 1.initialize
بدي اعمل ديليت ل 3 اقول له list 1 dot delete item. فانا كنت بدي احط ما قبل وبعد الديليت يعني زي before and after، بدي احط لها الايتم 1. فلهيك انا كاتب الفور لوب تبعت لهذا مرتين. والله رجع لي اخر مره عادي. ليش وليش الجيت نكست ايتم بعطيني الغلط؟ مش عارف ليش. بلس بلس كيرت بوزيشن ثاني. اذا الكيرت بوزيشن اقل من لينكث ماينس 1 وادخل لي على الاف. كيرت بوزيشن بلش مسوي. روح لي على الريتريف ايتم. ريتريف ايتم تمام. تاني الكود وين راح اصلا؟ بعد اللي حاب يطلع بيقدر يطلع بس احنا خلصنا باعتبار خلصنا بس بنشيك على هاي المشكلة نتأكد انه اشتغل. الريتريف ايتم نفس اللي كتبته بالضبط، اللهم انه بدال هذه الستيتمنت حطها في فاريبل اسمه سيرج. نفس الشيء بالضبط في حالة الجريتر واللس. بلس بلس لوكيشن بشيك على الكود هذا مره ثانيه بس اتس ذا سيم ثينج يعني ملهاش داعي. الاخير بعمل ريتيرن لفاوند. طب واي هذه هي نفسها اللي هي نفسها بالضبط. There is literally nothing different بين الانسر تبعت الانسر تبعتهم. استعملت الاسفول لما هم حاطينها هنا كود اسفول نوت الاسفول قصدي بالبوليان تي عملت ريتريف ايتم. طيب مشكلة. طب ليش ال هو بوب 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 سيبشن ثرون ميو ويت 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 انت بقى تبعت ايتم بالفتنس هذه بس شغله موجوده في الكود. اوكي عبد الرحمن. عبد الرحمن هلا هلا هلا. لقيت شيء؟ اسمع شوف اسمع هسه من سطر 135 ل 139 اصلا الكومبايلر ما دخل عليهم اصلا. كيف ما دخل عليه؟ يعني ما عملش برنت اصلا، ما عمل برنت ايتم 2 دوت برنت هاي الفور لوب من 135 ما دخل عليها. استنى ايوه هي هذه هذه اللي بقول لك. يعطيك العافيه يا رب الله يعافيك. مره ثانيه بحب يطلع يطلع احنا بس بدنا نحل هاي المشكله. ايمان انا شارح هذه اللوب اللي انت واقف عليها ما راح يدخل عليها. انا عارف ما راح يدخل عليها لانه شوف لو انا حطيت اقل من شغلت مره ثانيه. وين هي؟ لازم اقل من هي اقل من شغلت مره ثانيه 9 3 8 بس بعطيني ايرور. بعطيني ايرور لانه هو دخلها. ايوه سامعك سامعك. هسه شوف بتعرف تستخدم البريك بوينتس، تحط بريك بوينت عند يعني تتبع الكود. بريك بوينت شو قصدك بريك بوينت؟ حط بريك بوينت يعني خلي الكود يعني يشتغل لحد 125 مثلا. هل اشتغل طبيعي لو وقف؟ I don't know how to do that. اعمل ماكسمايز الشاشة، كبرها كبر الكود. على الشمال من فوق انك تقدر تحط نقط جوت ثينج هذي. ايوه طيب ايوه اطلع فوق روح عند الاكسبشن. وين بيصير الاكسبشن؟ طيب اعمل جبه شغل اشوف
8 3 9 ايوه I طيب can't المفروض ابعد، اني بقدر شيل كمان ال ابعد ال ابعد ال الكونسول. هنا. تمام، وصل هون، وصل هون. هو مش قادر يخزن الانفو في الكرنت بوزيشن في الايتم. واي ليه؟ معناها الايتم كله مش موجود، طب هي الايتم ما في ايتم. استنى، وهي اصلا المشكله شكلها في المين، يعني الكود كله من فوق سليم بس المشكله في المين. ليش رايك؟ سيب الايتم، ايتم 2. Oh shit, ثاني I might have an idea. اوكي بالايتم 2 انت ما عملت فيه شيء صح؟ لا الايتم 2 كل ما فيه انه هو اوكي على ما اعتقد في عندي مشكلة. I think I found the problem. الايتم 2 مفروض الفاليو فيها صفر، لازم استنى شوي. مفروض لما ابعث الايتم 2 يصير في عنده قيمة تبعت هذا، فبصير في عنده قيمة المفروض للإندكس. لا فمش مشكلة، المفروض لما أنا أعمل برنت ما يعطيني ايرور، إنه باي ديفولت راح تكون صفر، ولكن أنا خزنت قيمة في الأري. المشكلة إنه هو ما بدخل على هذا، هو بدخل هنا بعدين بستدعي هذه الفانكشن. لما استدعي هذه الفانكشن يصير في عندي مشكلة، إنه هو مش قادر يخزن الأوبجكت اللي في إندكس كيرنت بوزيشن هنا. Oh my god, I'm so annoyed. Current position is uninitialized. صح سيد. God damn it. 3 9 طبعا. اوكي سبحان الله، هذا الحكي حكيته للدكتور حياة وانا حاط بالي، انا اكثر مره، انا اكثر مره حكيت الدكتور حياة كمان. اسمع، انا دخلت المحاضره اولها، بعديها رحت كملت الاحصاء، خلصت شغله هيك، رجعت لقيتك تطلطم حرفيا، ما كنت سامعك اصلا. لقيتك تطلطم، ما شفتك وانت تكتب الكود، كنت هسب عليك يا الكرت يا لسه. احنا ما استدعينا الريسيت ليست عشان الريسيت ليست هي بتعمل قيمه، تعطي قيمه للكربوزيشن. اوكي شكرا انكم جيتوا، اسف اني اخر اشي، قعدت 5 دقائق وانا بلطو 10 دقائق تقريبا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا.